الجو الحادي عشر أو قمة هذه الجولة احتضنتها عاصمة الجسور المعلقة مدينة قسنطينة وجمعت فريق شباب قسنطينة بشباب بلوزداد. المقابلة عرفت تنافسا شديدا بين الفريقين وشهدت توتر الأعصاب طيلة التسعين دقيقة، حيث كادت هذه توتر الأعصاب كاد أن يحول المباراة إلى ما يحمد عقبة عدة جذور. بالرغم من أرضية الميدان الثقيلة وبالرغم من توتر الأعصاب، إلا أن اللقاء الذي جمع شباب قسنطينة مع شباب بلوزداد كان من أحسن لقاءات بطولة هذا الموسم لحد الآن. بداية الشوط الأول، الصراع على الكرة كان على أشده بين الفريقين، قصر الاستحواذ على خط الوسط مع المحاصرة والضغط على حامل الكرة أينما وجد. وهنا نعطي العلامة الكاملة للفريقين على التحضير البدني الجيد فوق هذه الأرضية الثقيلة. الدقيقة الخامسة من هذا الشوط، وسط ميدان بلوزداد اللاعب انصار يصاب وينقل إلى المستشفى. عنده نوع من فك في الركبة، يعني نعود ندخلوا المستشفى لو نوصلوا للجزائر. عودة سريعة إن شاء الله إلى ميادين كرة القدم. شباب قسنطينة وبفضل استعماله الجيد للأجنحة تمكن في الدقيقة الثامنة من فتح باب التسجيل من قبل الكابتن العيب سليم بعد عمل رائع من بنعاس. القائد العيب سليم في هذا اللقاء صال وجال كيفما شاء دون ان يؤثر عليه ثقل العمر، انها الارادة، انها ايضا الجدية في العمل. انضباط في العمل، وكنت ديما يعني نحضر التدريبات ونخدم يعني مثل الشبان والله، ويعني النهار نشوف يعني الفريق يشوف نصبع عايش في الملعب بالطبع راح نكون بعيد على الاحداث اللي يكونوا يلعبوا ان شاء الله. التنويع التكتيكي سمح في هذا الشوط لابناء المدرب تبديب من السيطره، حيث اهدر فريق كاوا العديد من الفرص نتيجه التسرع من جهه وبراعه الحارس مبروك التي ابطلت مفعول هذه المحاولات. شباب بلوزداد عرف في الربع ساعة الأخير من الشوط كيف يتخلص من هذا الحصار، وبالتالي تمكن من تهديد مرمى أبناء سيرطة وكاد أن يعدل النتيجة. الاحتجاجات على قرارة الحكم السيد دحو كانت كثيرة، مع الإشارة أن هذا الأخير كان متسامحا إلى أبعد حد. بالرغم من التصرفات الغير رياضية لبعض اللاعبين وهي النقطة السوداء في هذه المباراة الجميلة. الشوط الأول انتهى بنتيجة هدف لصفر لصالح شباب قسنطينة. في الشوط الثاني هجوم بلوزداد عرف نفسا جديدا بعد إضافة لاعب رابع ليصبح الخط الأمامي يتكون من شاكر بختي وعلي موسى مكان حشيشي. هذه الطريقة مكنت ذوي الزي الأحمر والأبيض من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد عمل جيد من الثنائي بختي وشاكير. غلوبي يمضي هدف التعادل. رد فعل السناتير بعد هذا الهدف كان سريعا، لكن الحارس مبروك كان هناك. تتوالى محاولات شباب قسنطينة، وفي الدقيقة 16 غولة يضيف الهدف الثاني بعد ركنية منفذة كما ينبغي من الجناح مزياني. بعد هذا الهدف سجلنا مرة أخرى تصرفات غير رياضية، ولولا تدخل المسيرين ورجال الأمن لتهدئة الأوضاع لأخذت المباراة مجرا آخر. لحسن الحظ يستأنف اللاعب ويتمتع الجمهور الغفير بعرض جيد في كرة القدم كما تشاهدون، خاصة في الدقائق الأخيرة، لعب مفتوح وهجمة بهجمة. إلى غاية نهاية هذه المباراة والتي لم تنتهي في روح رياضية، حيث كاد أن يتحول المستطيل الأخضر إلى حلبة ملاكمة. صور لا تشرف الرياضة ولا كرة القدم، فلنستمع للمسيرين. انهزمنا ولكن نستقبلوا الانهزام فوق أرضية الملعب، ولكن الانهزام يعني وقع قبل المقابلة، لأن مدينة قسنطينة يعني معروفة بحسن الضيافة وبحسن الاستقبال، ولكن بالنسبة للمسؤولين فريق شباب قسنطينة
يعني ما شرفوش المدينة هذه وما شرفوش التقاليد تاع المدينة هذه، لأن وخاصة يعني رئيس النادي اللي يعني ما ظهرش وداروا لنا صعوبات عن الوصول للملعب. قعدنا هنا في الكولوار هذا قعدنا تقريبا ربع ساعة بقى بطال يعني باش يجيبوا لنا مفتاح تاع الغرفة التبديل، ولو لاعب باجي يعني ما بغاش يلعب في 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 نادي قسنطينة ما يلزمش يدير شباب يعني في يتخاصموا يعني سواء شبيبة في قسنطينة ولا في الجزائر، وهذا خطر يعني خطر جدا بالنسبة للمستقبل الكرة الجزائرية. قضية باجي احنا ما عندها حتى دخل في المقابلات اللي في الدار، حنايا من الناس العقال اللي نفصلوا القضايا على بعضها، ما نلصقوش قضية في قضية، قضية باجي قضية وحدها وقضية المقابلة في تاع تاع الشامبيون قضية خلاف، حنا يعني أبوردينا سير بكم أبوردينا كل اللي كنا بكل، القضية هذه ما عندها حتى دخل اليوم، كاين بعض التصرفات مي داخلة في نطاق تنافس شريف، يعني نظن أن كل واحد يضرب على اللي كولور تاعو، وهذه شفناها في مقابلة من في العاصمة، حنا شفنا مقابلة النهد والقباص راه فيها العجب. وما هضروا عليها لا الناس هذو لا 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 المدربين رجعوا النتيجه للسبب هذاك، يعني بقاو لا هدفين ثلاث اهداف، هدفين شباب قسنطينه والله هدف تاع شباب الوزاد يبقاو ثلاث اهداف مضاف، وحنا نطلبوا من الناس هذو اللي يعني اللي متولين بالرياضه كيما المدربين هذو يزيدوا يطفيوا النيران هذو مش يزيدوا يشعلوها، الانسان يكون واقعي يكون يعرف كيفاه يتصرف في المقابل الحوايج كيما هذو. وجهة